بصي اختلفت الاقاويل بشكل كبير قوي يا حنان. منهم اللي يقول لا ده انا ابني مشي 10 شهور وما شاء الله عليه كانت اول خطوه خطاها. تاني تقول يا لهوي يا حبيبي يا ابني ده بقاله سنه ونص مش عارف يمشي ولا خطوه. تانية تقول لك لا هي سنه يعني ما شاء الله سنه وكان ماشي. فكل ام شايفه من وجهه نظرها ان السن اللي مشي ابنها عليه هو ده السن الطبيعي عشان الولاد المفروض يقاس عليه بقيه الاطفال كلهم. يقاس عليهم كل الاطفال كلهم يمشوا في السن ده. فايه السن الطبيعي حنان؟ طبعا انا بس انا عايزه اقول نقطه مهمه ان موضوع التطور الحركي للطفل احنا ما ينفعش فيه المقارنه. يعني ما ينفعش اقول اصل اخوك كبير مشي على سن كذا او اخته مشيت على سن كذا او ابن عمه لو مولود في نفس الوقت اصل هو مشي. أيوة. لا المقارنه مش هتنفع. هو في يعني مواعيد طبيه معروفه ان المفروض الطفل اللي مثلا هيحبي في الوقت الفلاني هيسند راسه في الوقت الفلاني. تمام. هي تقارن بالشكل الطبي ما تقارنش الاطفال ببعضهم. اللي احنا عايزين نقوله ان موضوع المشي يعني ده اخر حاجه في التطور الحركي، لكن في قبلها حاجات كتيره الام برضو لازم تاخد بالها منها. يعني امتى ابني بدا يسند راسه ما بقيش تتهز؟ دي لازم الام تاخد بالها منها. يعني على 3 شهور المفروض ابنك لما تشيليه على كتفك كده تلاقيه سند راسه، لو حطيه على حجره تلاقيه سند راسه مش راسه رايحه جايه وبتتهز معاكي او تلاقيها مالت لقدام. فعلى 3 شهور المفروض بيسند راسه لان دي اول حاجه في تطور النمو العضلي عند الطفل الصغير. المفروض ان هو مثلا على 6 شهور بنبدا نقعده ويكون قاعد من غير ما يتسند. على 6 شهور يعني يقدر يقعد، قصدي متسند يعني على 6 شهور يقعد متسند. على 8 شهور بيقعد لوحده جدا من غير ايه، من غير ما يتسند. هي متسند دي معناها ان انا حاطه له مثلا مخداته كده وهي هو يعني ما يتدلقش يعني على طول. لا ما يتدلقش على 6 شهور وهو متسند ما يتدلقش طبعا. على 8 شهور من غير ما يتسند المفروض يبقى قاعد ما يتدلقش. على 8 شهور وقاعد من غير اي حاجه حواليه ويلعب ومفيش مشكله ومبصش لقيت طوح مره واحده يعني. بنبدا موضوع الزحف ده بيختلف، في بعض اطفال بتزحف في بعض اطفال ما بتزحفش، تمشي على طول. بتبقى يعني هو طبيعته ان هو مش عايز حاجه على الارض او بطنه فبيبقى عايز دايما يقف وعنده جريء شويه فتلاقيه ممكن خلاص بيختصر الطريق. انا لسه هبهدل نفسي بالزحف واتمرمط. هو بيريح الام في الاخر يعني. ايوه. فالزحف ممكن لو هيحصل هيبقى على 9 شهور او 10 شهور، لو مش هيحصل خلاص هنلاقي على 11 شهر الطفل ممكن يبدا يقف ويسند على يسند على ترابيزه في ايد مامته يمسكها يقف يعني يسند نفسه. فده بيبدا من 11 شهر. على سنه في الغالب الطفل بيبقى واقف متسند، يعني هو واقف على سنة. متسند. حته بقى الخطوه والمشي بتبدا بعد السنه. يعني انا على سنه المفروض بعد كده الطفل بيبدا يخطي على 13 14 شهر لحد 18 شهر. في الست شهور اللي هم ما بعد السنه الاولى دي الغالب في الطفل بيتعلم فيها ازاي يمشي، وعلى حسب برضو طبيعته. يعني في طفل شجاع وجريء ويبقى مغامر يقوم عادي ويقع ويقوم تاني ويقع تاني. في طفل بيبقى لا طبيعته خواف وبيفكر قوي قبل ما ياخد القرار، فلو حاجه دي هتضرني ممكن ما اعملهاش ويبقى عادي على نفسه قوي. بالظبط. ومستحيل ان هو واقف مش عايز يخطي الخطوه، ده بيبقى عايز تشجيع شويه. يعني برضو تعامل البيت معاه بيفرق، لو هم بيشجعوه دايما ومثلا يحطوا له العاب ويحاولوا يخليه يجي عليها هيتشجع بسرعه وممكن يخطي. لكن انا امتى بقيس المشي؟ من سنه لسنه ونص. من سنه لسنه ونص المفروض دي فتره مشي الطفل. بعد سنه ونص لو الطفل ما خطاش ولا خطوه لا يبقى انا عندي مشكله مع الطفل. يبقى احنا هنا بس